اصلي واسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني طبعا. احنا عملنا المبخره اللي طبعا اتحرقت من هنا، وحطيت لها علبه تونه وبرده كانت بتسيل وبرده بتتحرق المبخره بتاعتنا اللي هي بصوا يعني كانت بالكهرباء وغاليه، بس ما فيش فايده مع الفحم بيحرقها. فقلت خلاص انا هتغاضى عن الجسم ده وهعمل مبخره بشكل تاني. عندنا علب اللي هي علب الفول، علب الصلصه، اي حاجه، وعندنا علبه تونه. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل ان احنا عندنا الكردون ده طبعا شايفين علبه الصلصه مصديه وكانت خلاص بقى هي عايزه الرمي، بس انا طبعا هعمل فيها تعديل وهنغيرها تماما اهو زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ايه؟ هنشغل مسدس الشمع وننزل كده بالشمع على الحرف بتاعنا ده كده، ونيجي عليه بالكردون زي ما انتم شايفين. شايفين الصدى؟ هنمشي بقى نخبي الصدى ده كله. انا كنت ممكن احط اللي هو الخامة الفوم، بس انا حبيت اعمله بدي عشان الفوم برضو مش هيتحمل، وفي نفس الوقت هنعمل فكرة تانية. الفوم عملناه في المقلمة والحاجات اللي هي اللي كانت عاملينها من اعادة التدوير، مقلمة من ازازة الزيت وكده. فانا قلت خلاص انا عندي شريط الكردون ده، فهنعمل ايه دي؟ تمام كده. ببدا بقى ان انا اثبت واخلي الحروف تخش ببعضها عشان ما يبانش ان احنا ايه الوصله فين. اهم من الشغل ظبط الشغل. تمام كده. وهنا بقى بصوا زي ما انتم شايفين كده احنا عمالين نمشي واحده واحده عشان ايه ما نسيبش فراغات في النص. احنا كده لازقين علبتين الفول في بعض عشان نعمل نسيب الفحم بقى يشتغل براحته، ما يبقاش بيتحرق زي ما انتم شايفين المبخره الاصليه اللي المحروقه دي. يعني هتطلعوا كمان علبه تونه وبرده مفيش فايده بتتحرق برده اهي. بصوا بقى عايزه مسافه يعني تبقى كبيره قوي، ما تخليش الفحم بقى يعمل عمايله مع المبخره بتاعتنا وخصوصا الصاج دي اهي. بصوا طبعا بندي، مش بندي بقى كل خطوه، لا بندي كل شويه كذا لفه كده بن. طبعا انا لسه ما لزقتش العلب مع بعض، بس انا حطاهم كده مع بعض عشان ايه يعني يدوا طول معايا اقدر امسك البتاع وما تلسعش من الشمع اهو. بصوا بنمشي بقى كده اهو كده. بصوا شكل العلبه حتى اتغير تماما. يعني هنعمل ايه بقى احنا لما نيجي لهنا؟ هنعمل ايه؟ هنروح حاطين شمع كده اهو كده، وندخل العبوة دي في دي كده، لزقناهم في بعض تماما خلاص كده مش هيخرجوا. وهاجي بقى لف الكردون ده عليه خلاص بقى كده مش هيخرج ابدا، يعني مش هنشوف العلب دي ولا نشوف الصدى ده تاني بتاتا اهو. بصوا لازم نزق عشان اهم من الشغل ظبط الشغل. ظبط الشغل اللي ايه ما نسيبش فراغات بينهم عشان الصدى ده مش عايزه اشوفه تاني. تمام كده. هفضل بقى ماشيه ادي بنطه كده وارجع امشي تاني اهو عشان ما يديش فراغات خالص كده في الشغل اهو، واشد كده اهو واضغط برده كده. تمام كده اهو. وهنا بقى برضو زي ما انتم شايفين كده اهو انا شغالة بقى في ايه. بصوا جوزي عنده لمبة اتحرقت، فقلت برضو هعمل منها فكرة من اعادة التدوير الحاجات اللي ايه اللي يعني هم محسسيني ان هو كل الحاجات اللي انا بعملها دي زبالة ماشي. فانا بحاول ان انا لمها واوريها لكم عشان قبل ما يرموه. تمام كده اهو. طبعا هشبك بقى ايه انا، بس انا عايزه افضل ماشيه كده، بس انا طبعا هعمل فيها اكسسوار وحاجات كده، مش هتفضل ايه كلها عامله زي الماسوره كده اهو. وبصوا اللمبتين يعني لو عندك لمبتين من الكبار دول محروقين هقول لك هنعمل منهم فكره حلوه قوي هتعجبك اهو. يبقى احنا نعمل اتنين في واحد، يعني هنعمل فكرتين في فيديو واحد
تمام كده اهو، احنا بنلف مع اللفة بتاعتنا كده اهو، واجي اديها بنطة، لان العلبة دي نظيفة، حتى لو في حتة يعني سابت منها او بانت يبقى مش مشكلة، عشان ايه هي مش مصدية زي الاولانية اللي تحت. تمام كده اهو، وندي كمان اهو، نمشي نمشي كتير، نمشي اهو، ايه ونشد لها كده ونمشي برضو معاها. طبعا الخيوط دي كلها هتطلع، انا بحب انظف الشغل قوي بعد ما اخلصه اهو اهو. الفكرة بصوا جميلة، ومن قرب بصوا جميلة جدا جدا. هنا بقى هتقولوا احنا عملنا دي طويلة قوي ليه كده؟ طبعا عملناها طويلة كده عشان ايه ما تتحرقش برضو، ويفضل الفحم قايد على بعد كده وما يحرقهاش، زي طبعا ما انتوا شايفين المبخرة دي. انا حاول اعمل لها فكرة برضو اهو. بصوا بقى احنا بنلف بقى بسرعة شوية اهو، وطبعا انا مجهزة علبة تونة اهي، عادي مجهزاها عشان هنعمل منها الفكرة اللي هي بتاعت الايه النهاية بتاعت المبخرة اللي هيبقى فيها الفحم بقى. تمام كده اهو، احنا لفينا كل القطعة اللي معانا دي اهو كده، اذا دي هيعتبر اخر دور اهو، اخر صف هنعمله عشان هنطلع بقى بايه بعلبة التونة بتاعتنا اهو. هنعمل بقى في علبة التونة، هنلزقها كده؟ لا طبعا هنلزقها كده عشان نقدر نحط فيها الايه الفحم بتاعنا وما تجرالهاش اي حاجة اهي. فانا هنزل بقى بعلبة التونة دي عشان تمسك كمان في الايه في الفرع اللي احنا بنحطه ده، شايفين كده؟ هبدأ بقى ايه احط برضو الكردون بتاعنا اهو اهو هنا عشان يلف مع علبة التونة، شايفين اهي. طبعا اتقلقلت عشان هي ما كانتش لسه لحقت تنشف اهو، وانا شديت على طول اهو. اهم من الشغل نظبط الشغل، حتى لو اتخلعت مش مشكلة، بس المهم ان احنا نظبطها مع بعضها. عايزة استنى عليها شوية عشان تكون نشفت شوية. دي بقى عندنا ايه، دي لمبة، بس ايه العيال لعبوا بيها فطبعا بوظوا الكردون اللي فيها ده، قلقلوه من مكانه اهو. فانا هعمل لها اعادة تدوير برضو اهو، والزقها، انا عمال الزق فيها من قبل كده اهو. بصوا يعني كارما قعدت عليها بصراحة، فكرتها كرسي وقعدت عليها اهو. حاول ان انا ايه يعني اظبط اهو، اهم من الشغل ظبط الشغل، نظبط ما ناخدش حرف بدل الحرف تاني اهو. بصوا لازم كل الادوار تبقى مترتبه اهو، واشد بقى عشان ايه تيجي عليها كويس. في حرف هنا هو اللي اهو، هجيبه من تحت الايه الدوايه بتاعه اللمبه دي. اولا دي لمبه معانا واحنا هنعمل لها فكره اهو. بصوا شايفين الدوايه بتاعه اللمبه اهي جوه اهو، هحاول ان انا الزقها كويس عايزه احط لها حاجه
بصوا ضغطناها عشان تدي شكل طبعا حلو. الشكل بقى اللي معانا دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ معايا كردون اهو، بصوا دي هنقسمها بالنص كده، المفروض الفاصل اهو هيبان من هنا، اهو الفاصل اهو، هنقسم دي نصين تمام كده، واجي بقى احطه هنا او احطه هنا حسب ما احنا هنشوف هنحط دي فين. في بقى فكرة تانية عايزة اقول لكم عليها، ان انا دلوقتي انا لو عملت دي كده، بصوا لو عملت دي كده ممكن احط فيها ادوات المكياج مثلا على التسريحة، ممكن احط فيها مثلا حاجات مهمة انت خايفة عليها ومش عايزة العيال تلعب بيها، ممكن بالمنظر ده احط فيها كمان بونبوني وملبس واخبيه من العيال واعملها كارديجان. بصوا هتبقى ليها كذا فكرة وكذا اختراع، هي كلها عبارة عن لمبة ونص، دي نص لمبة اللي هو هنعمله غطا عليها، هنشوف هنعمل ايه. هنا زي ما انتوا شايفين بقى دي برضو هجيبها بقى من هنا كده تمام كده اهو، عشان طبعا الف بقى داير ما يدور اهو، بس برضو دي اهم قطعة احنا هنشتغل فيها عشان طبعا هي اللي هيترتب عليها نظبط بقية الشغل اهو. شايفين طريقة سهلة وبسيطة جدا هتقدري تعملي اهو من اللاشيء كل شيء حلو. بصوا اهو، وهنمشي طبعا معاها كده، كل دي حاجات كانت هتترمي ملهاش اي قيمة، لمبة محروقة، علب تونة، علب فول ما استهلكت، فطبعا كل الحاجات دي يعني ملهاش قيمة اهو. وهنبدأ بقى نمشي معاها كده ونثبت بقى الجزء اللي تحت كده بالمشي برضو داير ما يدور، انا سايبة الطرف التاني مشبوك في علب التونة اهو وبثبت في هنا اهو. شايفين الشكل بسيط ومفهوش اي حاجة اهو، وهنا بقى بصوا انا ماشية معاكم واحدة واحدة عشان ما تقولوش ايه ده كانت مش عارفة ايه، اهو ماشيين معاكم وهي فاضية ما فيهاش اي حاجة اهو. وهاجي مثلا هاجي هنا هروح مدية بنطة كده عشان طبعا هتلف اهو، هتلف وتيجي مع الايه، انا عايزة اوريكم الشكل وهي ماشية اهو، حلوة جدا اهو وماشية بسلاسة وجميل اهو. بصوا وتيجي كل فترة كده تدي بنطة كده اهو، اهو نجي هنا ندي ونشد بقى معاها كده ونمشي برضو ما نستعجلش عشان هي دي اللي هيترتب عليها شكل الفينش بتاع الافكار اللي احنا عاملينها مع بعض تمام كده. وهنا طبعا احنا عمالين نلف الايه الحرف بتاع التونة دي، علبة التونة اهو عشان ده اخر صف عشان اسلك للايه للقطعة اللي معانا هناك اهو. بصوا ده اخر صف ونبدأ نقص كده اهو، نثبت عليه، ممكن بقى نزينها من تحت من فوق زي ما احنا عايزين، يعني ممكن احط لها مثلا ده يظهر فيها شوية اكتر اهو، هاجي مثلا عند الايه المنتصف كده واروح حاطه اهو كده، خليهم يتقابلوا اهم اهي. هاجي مثلا اعمل فكرة في الحتة دي على اساس ان ايه ان هي دي كانت اخر قطعة، ممكن اعمل من فوق ويجي تحت على تحت كده
هحط بقى الشمع بتاعنا. بصوا هحط الشمع في الايه، في الوحدات اللي هي اهي على الحرف دي اهو كده اهو كده. واحدة دخلت لجوه اهي، شايفين الفكرة؟ شايفين الفكرة قالت ازاي؟ كأنها معاها. وممكن اجيب بقى فصوص لولي كده واعمل الحتت الناقصة دي اهي، احط فيها فصوص اللولي بتاعتنا عشان ما يبانش ان ايه، ان دي كانت يعني مقصودة ان هي قليلة. بصوا حطيت الفصوص اللولي دي ظهرتها، محدش هيصدق ان دي كمان مبخرة اهو. طيب هنيجي بقى، احنا قصينا الجزء بقى ده خلاص، بنسلك بقى الخيط عشان نخلص بقية الغطا بتاعنا ده اهو. انا كان لازم اخلص دي علشان اسلك الخيط اللي فاصل بين دي وبين دي. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين كده اهو شغالين في الايه. انا كان عندي بقى ايه كوبايه ليها ستاند كده، شايفين الستاند ده؟ الكوبايه بتاعته اتكسرت، فقلت خلاص انا هحط الفحم هنا شايفين، وهاجي هنا انزل عليه على المبخره بتاعتنا كده، وتتشال عادي وتتحط عادي مفيش مشكله. طبعا الفحم كبير مش هيقع من الاحرف دي اهو. وكده كده المج ده مش بستعمله لان كوبايته اتكسرت. كل الحاجات اللي انا بعمل فيها دي وهلاكات، يعني مش حاجة مفيدة او حاجة ينفع ان هي ان انا ببوظ حاجة مهمة، يعني كلها عادي. بصوا اهو، ونبدأ بقى نشطب اللمبة دي، خدت كتير قوي كردون اهو ولا سوعتني كتير اهو. شايفين هي بس ادت شكل جميل قوي جدا، يعني مش قادره اوصف لكم الجمال، حلوه قوي. هي بقى زي ما انتم شايفين كده، انا بحاول ان انا ايه اعمل فيها ديكور. انا خلصتها طبعا اهي، والجزء ده اخر قطعه اثبت عليها قدامكم اهو عشان تثبت اهو. وابدا بقى اعمل في ده الالمازات دي اهي كده، اجيبها بقى من فوق لايه لتحت كده اهو عشان تدي شكل شيك اهو اهو، مقابل ليها من فوق برضو اهو. وهجيب بقى دي من فوق كده عليهم اهو. شايفين الشكل؟ شايفين شكلها بقى جميل قوي؟ تمام كده اهو، عشان تتثبت بس وما الحرف ده ما يخرجش. شايفين طبعا شكلها جميل. ونيجي بقى نحطها هنا، بصوا ما شاء الله بقت جميلة جدا جدا اهي. عايزة اعمل حاجة كمان هنا، عايزة احط لها اللي هو الشريط ده عشان طبعا يثبت الايه الحرف ده اهو، عشان كان مكانه شمع قبل كده اهو، يبقى من اللمضة القديمة ومن علب التونة القديمة ومن علب الفول اهو. قدرنا نعمل الافكار الحلوة دي اهو. بتقصي بقى القطعة اللي عندك اللي انت بتشتغلي بيها اهي عشان نقسمها اهو. بصوا طبعا كل الحاجات دي بتغير المعالم تماما. بصوا مش قادره اوصف لكم، يعني بصوا الشكل اهو. ونيجي بالشمع عليه كده اهو،
هيتقابل بقى مع الايه الطرف التاني اهو، بصوا، بحيث ان اي زياده بقى نشيلها اهو كده، خلاص مفيش زياده، ونثبت اكتر عشان ما تتفكش خالص. ودي برضو ممكن اعملها كقطعه ديكور كده هنا، عشان في قطعه شمع اهي، ممكن نعملها ببوزه كده اهي. بصوا شكلها، شكلها قال ازاي، شايفين شكلها؟ بصوا من قرب مهما وصفت مش زي ما انتوا تشوفوها بعينيكم، تمام كده. وطبعا المبخره بتاعتنا اهي، شايفين الفكره جميله وسهله وكده. الافكار بتاعتنا اهي، يعني انا بحاول ان انا ارفع لكم البتاع عشان تشوفوا الشكل. بصوا بقى، انا جات لي فكره، الحته دي بحسها ان هي عايزه تفك تاني، فانا هعمل ايه بقى؟ هروح جايبه الشكل اهو، الشمع نزل على ايدي اهو، بصوا همشي بقى مع الخط ده كده عشان اثبته اكتر، واروح عامله الفكره دي. بصوا هتدي شكل حلو قوي اهو. طبعا انا كنت جايبه شنط للولاد، وكنت مقفله الشنط بالكردون ده، كان شكلها شيك جدا، ملحقتش افرجكم في العيد اهو. بصوا الشكل بتاعها تحفه اهو، وهثبت طبعا الحرف ده على الحرف ده بزياده قطعه كمان اهو، عشان يقفلوا مع بعض بالزياده اهو. شايفين الشكل؟ شايفين قالت ازاي؟ وفيها نفس اللون الحمصي بتاع الشكل ده، دي في شدتها فعايزه تتثبت اكتر اهو. شايفين اهو، شايفين الشكل قال ازاي؟ حد هيصدق؟ حد هيصدق ان دي كده لمبه؟ دي لمبه كبيره اللي هي يعني بتترمي في الزباله اهو، عملنا منها فكره، فكره جميله جدا اهي. شايفين؟ اقدر بقى احط فيها اقلام الروج والمكياجات والحاجات دي، وطبعا هغطي عليها الولاد ما تشوفهاش. وممكن اقول لكم على سر، ممكن نعملها كمان حصاله ونخبي فيها الفلوس الفضه والحاجات دي، ايه رايكم في الفكره؟ يبقى احنا عملنا الفكره الاولى، وادي الفكره الثانيه اللي ايه معموله، المبخره اللي طبعا هنحط الفحم هنا ونرجع نحطه هنا، وتدي بقى روايح من الجناب من اعاده تدوير المج المكسور. قدرنا نعمل الفكره الجميله دي للمبخره. طبعا اتمنى افكاري تعجبكم، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.